شدد سياسيون من مختلف مكونات كركوك على ضرورة إقرار الموازنة الاتحادية بأسرع وقت وأن تضمن حقوق كافة الأطراف، معتبرين إقرارها مفتاح لحل الكثير من المسائل. وأكد سياسيو كركوك على ضرورة أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب ومستحقات قوات البيشمركة التي تناضل في جبهات القتال ضد المجاميع الإرهابية دفاعا عن كافة المكونات والقوميات. التصويت على إقرار الموازنة العامة بات تحديا كبيرا أمام الحكومة الجديدة التي تحاول أن تعبد الطريق لاتخاذ قرار جاد بإقرار حقوق أبناء الشعب العراقي. من واجب الحكومة العراقية الآن أن تقوم بإبداء المرونة اللازمة لغرض إرسال الميزانية لحكومة إقليم كردستان، لأن الآن إقليم كردستان يخوض حرب مع قوى ظلامية المتمثلة بداعش. هنالك تحالف دولي من أجل القضاء على داعش، ومن غير الممكن أن تقوم الدول الأجنبية والدول الأخرى من مختلف أصقاع العالم أن تقوم بمساعدة حكومة إقليم كردستان وتمتنع الحكومة العراقية التي هي بالأساس مسؤولة عن حماية العراق، التي هي بالأساس مسؤولة عن استتاب الأمن في العراق ومحاربة داعش، أن تقوم بمحاربة إقليم كردستان وعدم وقيامها بعدم إرسال الأموال اللازمة للحكومة لرواتب موظفي إقليم كردستان، لرواتب البيشمركة الذين يخوضون حربا ضروس جنبا وعجنب مع التحالف الدولي مع الجيش العراقي. لا يمكن حرمان إقليم كردستان من الميزانية. نحن كهيئة الاستثمار بصراحة أثرت علينا تأثيرا مباشرا، حيث توقفت معظم المشاريع الاستثمارية، وأيضا هناك تداعيات الوضع الأمني التي تمر بها البلاد تضع حكومتنا الجديدة أمام تحدي كبير للخروج من هذه الأزمة. نأمل من الحكومة الحالية قراءة ملف الموازنة قراءة دقيقة وجدية، لأنها كفيلة بالانتقال إلى مرحلة جديدة وإيجابية، سيما إذا كانت ضامنة لحقوق كافة المكونات بدون تمييز. أملنا كبير بممثلي الكيانات السياسية، لأنهم هم المدافعين الشرعيين عن حقوق المواطنين، وإن شاء الله سنرى الضوء في آخر النفق بعد أول جلسة من انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. يأمل السياسيون أن يضع مجلس النواب في جلسته القادمة النقاط على حقوق المكونات السياسية دون تمييز والحروف الدستورية الصريحة لحقوق أبناء إقليم كردستان التي أصبحت ورقة ضغط سياسية خلال فترة أعمال الحكومة الاتحادية السابقة. الآن الحكومة الجديدة، كل أبناء الشعب العراقي كل أملنا بأن تكون هذه الحكومة بقدر المسؤولية بقدر طموحات أبناء الشعب العراقي. كل الأنظار الآن متجهة للبرلمان العراقي والحكومة العراقية. الموازنة تعني موازنة ليس فقط رواتب، الموازنة تعني خدمات، تعني مشاريع، تعني تجارة، تعني زراعة، تعني تحريك عجلة الاقتصاد في العراق هكذا الآن. على سبيل المثال، مثلا عندما يقطع رواتب الإقليم لعدة أشهر الآن، الموظفين ماذا سيفعلون؟ الحركة الاقتصادية متوقفة بالتمام. إذن المسألة، مسألة الموازنة، مسألة حياتية. ما نرجوه من البرلمانيين ومن الحكومة من مجلس الوزراء أن لا يتاجروا في قضية الموازنة. الميزانية يعني هي من الضرورات المهمة لمجلس النواب، يعني أحد واجبات الرئيسية لمجلس النواب هو إقرار الميزانية. لكن عندما تدخل الميزانية هي بالأصل هي لخدمة المواطن ولترتيب الوضع المالي للشعب العراقي وللدولة العراقية بالذات. لكن عندما دخل يعني دخل السياسة إقحام السياسة في الميزانية العامة للبلد بهذا الشكل المقرف هو الذي سبب انهيار وتعطيل الميزانية بهذا الشكل. نأمل اليوم، نأمل أن يكون هناك إنجاز وقفة حقيقية من مجلس النواب بعد أن وعوا وشاهدوا كيف تأخرت كثير من المشاريع وكثير من الأمور وتعقدت حتى الحياة في هذا البلد بسبب تعطيل هذه القوانين وهذه القرارات.
النهوض بواقع المواطن اقتصاديا وعمرانيا وخدميا كفيل بمساهمته في بناء عراق ديمقراطي فيدرالي ينعم بالحقوق والواجبات بين كافة مكوناته دون تمييز. فارس الماجد، فضائية كركوك.